يعزله، فليس عندنا أحد فوق المحاسبة، وليس عندنا أحد فوق المحاكمة، ولكن يكون ذلك وفقا للأسس الدستورية ووفقا للدستور المصري الذي استفتى عليه الشعب. هذه مطالبنا وهذه أسباب وقفتنا، لن نحيد عنها، ونحمل عبد الفتاح السيسي هذا الخائن الذي خان وغدر العهد وخان وغدر الأمة. إن كان أعمى البصر لا يرى هذه الجموع ويتحجج بالجموع التي خرجت في 30/6، هذه الجموع المفبركة، هذه الجموع المصورة الممثلة، إن كان لا يرى هذه الجموع فنسأل الله عز وجل أن يعمي بصيرته كما أعمى بصره. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تأخذ عبد الفتاح السيسي أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنه خان وطغى وتجبر، فاللهم سلط عليه كلبا من كلابك. اللهم سلط على عبد الفتاح السيسي كلبا من كلابك. اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم جمد الدماء في عروق عبد الفتاح السيسي. اللهم جمد الدماء في عروقه. اللهم جمد الدماء في عروقه. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم يا ربنا يا عزيز يا جبار يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عليك بعبد الفتاح السيسي ومن معه. اللهم اضرب قلوبهم، اللهم اضرب قلوبهم، اللهم شتت شمله ومن معه، اللهم شتت شمله ومن معه. اللهم انتقم لدماء إخواننا منه، اللهم انتقم لدماء إخواننا منه. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.